بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نريد منكم أن تبينوا لنا عن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما دعا ربه أن يجنبه عبادة الأصنام مع أنه عليه الصلاة والسلام معصوم، خاف على نفسه ما يزكي نفسه. هذا ما فيه أن الإنسان لا يزكي نفسه وأنه يخاف من الضلال، يخاف من الانحراف. هذا سر عظيم، من الإنسان يخاف من الانحراف، يخاف من الضلال. كم من عالم ضل، وكم من عابد انحرف وكفر. فالإنسان يخاف على نفسه ما دام على قيد الحياة ولا يزكي نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الشيء إذا كثر، الشيء إذا كثر يخشى على الإنسان منه. إذا كثرت الفتن الإنسان يخشى على نفسه أن يقع فيها وتصيبه. نعم.